مشاهدينا اهلا بيكم مره تاني، واهم خطوه النهارده في البرنامج او اهم فقره، فقره من احياها او حمله من احياها، اللي بسببها وبيها بفضل الله باذن الله باذن الله انا هخس، وحضراتكم كمان باذن الله اي حد عايز يخس هيخس. طيب الحمله مكمله معاكم، الدكاتره بيحبوا يشاركونا، دكاتره كتير انضمت للحمله، دكاتره كتير عايزين يساعدونا من قلوبهم بجد عشان نخس، واظن مفيش اسهل من كده ومفيش احسن من كده. زي ما قلت لكم الحمد لله بفضل الله انا بدات في ده، ويعني انا مبسوطه جدا بالنتيجه، ويمكن حضراتكم ملاحظين ما وصلتش طبعا للنتيجه اللي بتمناها، ولكن النتيجه اللي انا واصله لها خلال اسبوع انا مبسوطه جدا وراضيه جدا عنها، ويا رب ثبتني عشان اقدر اكمل. فخلوني النهارده ارحب بالدكتوره الجميله دكتوره يسرى صلاح اللي بتساعدنا وبتسهل لنا الامور. اهلا بيكي يا دكتوره. عامله ايه مروه؟ اهلا بيكي. ليه بس ايه القمر ده؟ الله يخليكي، انت اللي قمر. شكلك اتغير ولسه أنا... بقول لها وشك بدا ينزل، بقى شكله احلى، فعشان كده بنوصل لمرحله ان انت لما تنزلي في الوزن هتحلوي وهتصغري في السن، هتلبسي اللي انت عايزاه، الالوان اللي انت عايزاها، مفيش مناسبه هتقولي لها لا عشان مش عارفه البس ايه. وما اخبيش عليكي، الحجاب بيبقى يعني انا من بعد ما اتحجبت طبعا الحمد لله وربنا يثبتني ويديمها عليا نعمه، ولكن بيبقى الحجاب عايز جسم ارفع، بحيث ان ايه ان هو برده بيبقى مناسب مع الحجاب. مفيش ست رفيعه بتبقى ملفته عن الست التخينه او الست المليانه، تلاقي عندها كرش، عندها المنطقه اللي تحت جناب عريضه، ما بتعرفش تلبس، بتلبس سايز مختلف، او بتركن اللبس القديم ونبدا بقى نشتري لبس جديد واسع يبدا يغطي المناطق زي البطن والجناب والارداف. اخر مره كنا مع بعض كنا جايبين طب الحرق، النهارده بقى جايبه لك كوكتيل التخسيس. كوكتيل التخسيس، كوكتيل التخسيس حاجه كده، او كورس كامل متكامل. انت طبعا مجربه والناس بتثق فيكي جدا، ويعني حاجه حيه قدامكم اهي بتنزل معاكي تدريجيا كل اسبوع، وهي شايفه. وانا وعدتهم والله، وانا والله وعدتهم، ويعني يا رب اكون صادقه في وعدي، ان انا اللي انا هيحصل لي انا هقوله، واللي هيحصل لي انا هقوله لكم عشان حضراتكم اللي عايز يوصل. طبعا انتوا لكم الحريه الكامله، في ناس تحب تخس من غير اي عامل مساعد، انتوا احرار وبرافو عليكم، شابوه لاي حد يقدر يبقى عنده القدره انه يخس من غير عامل مساعد. لكن انا حقيقه دكتور حاولت كتير، باجي في النص وبزهق، انا عايزه حاجه تحطني على الطريق، حاجه تسد نفسي بجد. الكورس انا بقول بامانه سد نفسي، انا مستغربه. انا مستغربه نفسي حقيقي. مظبوط. ليه مستغربه؟ لان انت بتاكلي كميات اكل كبيره، جربتي انواع دايت كتير، ما عرفتيش تكملي. بنجرب مره او اتنين او يوم او اتنين وبتلاقي لا انا جعانه، وجوع اخر الليل ده بقى المشكله، ودي الكارثه والمصيبه اللي الناس تلاقيها ما كلتش طول اليوم، بس انا مش عارفه انام وانا جعان. انا لازم اكل اي حاجه دلوقتي. فبنلجا لايه؟ للحاجات السريعه، للحاجات المحمره، فباكل وبنام، يبقى انا طول اليوم ما عملتش حاجه. انا النهارده جايبه لك كوكتيل التخسيس، حاجه كده كورس كامل متكامل، كل حاجه انت محتاجاها وانت بتنزلي في الوزن. المفاجآت بقى المختلفه عن المره اللي فاتت، وايه الهدايا وايه الحاجات اللي فعلا مفاجاه كبيره. النهارده او اخر مره كنا مع بعض كنت جايبه لك بشهر. الشهر ده قلت بفضل الله 18 كيلو بدون كلام في الشهر الواحد، في خلال ال 30 يوم، سواء سنك صغير او سنك كبير بنعاني من مشاكل زي الضغط او السكر او عندي اي مشاكل. انا خسيت في الاسبوع الاول 4 كيلو بس، لو مش بس ده يعني ده انا مبسوطه، ودي حاجه كده كبيره. يعني التوتال هيبقى 12 مش 18. هقول لك بيختلف عن جسم للاخر. احنا لسه في الاول، انا لسه الكبسوله بتاخد على جسمك، هتلاقي تاني اسبوع مختلف عن الاسبوع الاولاني، هتلاقي تالت اسبوع الجسم بدا يبقى فيه مصنع حرق في الجسم، فبتلاقي ان احنا بننزل اكتر بكتير من الاسبوع الاولاني. ف 4 كيلو ده في ناس بتعمل دايت شهر كامل علشان ننزل 2 او 3 كيلو. فانا بخليكي اقل حاجه في الاسبوع 4 كيلو. لا وعايزه اقول حاجه، بس انا كنت في عيد ميلاد لسه من 3 4 ايام وما اكلتش تورته. انا مبسوطه. من نفسك ولا من حد خاص بك؟ لا من نفسي، يعني هي كانت موجوده اوريدي، وانا طبعا في العادي احبها قوي، لقيت انا مش عايزه، يعني نفسي مسدوده، مش رايحه. يعني انا لو كلتها ابقى باكلها فراغ، فقلت لا طب على ايه. فده برضو مزبوط. خلاني مبسوطه جدا جدا، عشان كده قلت قوي قوي قوي، فعلا ده انجاز كبير. وانت بتقولي لي الكبسولات بتاعتي بتعمل ايه معاكي؟ طيب اول حاجه دايما بشتغل عليها هي الكبسولات، ده الوحش بتاعي في الكورس. طيب الكبسولات بتعمل ايه؟ بتعملي 5 حاجات لوحدها غير باقي الكورس. اول حاجه ان انا بسدلك الشهيه، طبعا انت قلتي لي انا ما باكلش خالص وده غير العادي بتاعي، بتعلي معدل الحرق 24 ساعه في اليوم،
بتعمل ايه كمان؟ بترسم شكل الجسم، وده كل ست بتحتاج ان انا ما انزلش من مكان ولسه المنطقه اللي تحت موجوده، لا بنرسم شكل الجسم بالكبسولات النحاته. ايه كمان معايا؟ بتعمل لي تكميم للمعده طبيعي يا مروه. تكميم للمعده ده بقى حاجه يعني اقوى حاجه ممكن تستخدميها في الكورس بتاعي. هي الكبسولات اللي بتعمل تكميم للمعده، ما ادخل ولا حجم المعده ولا تعب ولا اخد بنج ولا كل الكلام ده. انا بركن كل الكلام ده، بقول لها لو انت خلاص جربتي كل الحاجات وما نفعتش معاكي وخلاص داخله على عمليه، جربي معايا النهارده، قولي ان دي اخر تجربه ليا في التخسيس، ولو ما نفعتش معاكي وانا اتحداكي معايا ايه بقى النهارده؟ معايا الكبسولات والنقط والاعشاب، ومعايا 2 امبول الحرق. انت طبعا لسه ما جربناش الامبول. لا لسه. امبولات الحرق دي صاروخ التخسيس. فين بالظبط او ايه المناطق اللي بتبدا تنزلها امبولات الحرق تحديدا؟ منطقه البطن او الجيب بتاع البطن بالارداف. الامبولات الحرق مخصصه للاماكن دي. طيب النهارده بقى ايه الخصومات وايه الهدايا اللي معايا؟ معايا خصم لمده ساعتين بس 60% خصم. 60%؟ 60% لمده ساعتين. طب ايه بقى الجديد وايه المميز وايه الهدايا معايا النهارده؟ لو اشترينا كورسين او عرضين النهارده هناخد الثالث هديه مجانيه من غير ولا جنيه. يعني غير يعني اللي يشتري عرضين النهارده هناخد على الشهر الواحد بخلاف الساعتين. بخلاف ده اليوم كله. مظبوط. لو اشترينا عرضين هناخد الثالث هديه. هناخد الثالث هديه من اختيارك انت. يعني ايه؟ يعني عايزه اخد عرضين تخسيس وعايزه الثالث تثبيت، او عايزه الثالث نحت، او عايزه اكمل تخسيس. اخد الثلاث كورسات يعني ممكن ثلاثة يشتركوا يجيبوا عرضين وياخدوا الثالث هديه، ونعمل بقى تحدي مع بعض ونقسم سعر الكورس علينا احنا الثلاثة. هتلاقيه سعره اقتصادي جدا جدا. توصيل مجاني لكل المحافظات يا مروه. متابعه مجانيه مع الفريق الطبي، ودي اهم حاجه. اهم حاجه في ايه؟ ان حد بيقول لك هتستخدمي الكورس ازاي. طب انت عندي ضغط، عندي سكر، هستخدم الكورس ازاي مع ادويه الضغط والسكر؟ علشان كده بوفر المتابعه مجانيه. بس اهم حاجه لمده ساعتين فقط لا غير، خصم 60% على ايه؟ الكبسولات والنقط والاعشاب وامبولين الحرق. امبول الحرق الواحد بينزلني على الميزان وفي المقاسات 3 كيلو. 3 كيلو يبقى انا معايا النهارده امبولين للحرق هديه مجانيه بنزول 6 كيلو ببلاش. لا انا هجربهم دول، انا لسه ما جربتهم. لازم تجربيها، هتلاقي فرق كبير. طيب انا برضو عايزه اقول حاجه لاي حد بيسمعنا واي حد حابب يجيب الكورس، لان يعني الامانه بالنسبه لي هي اهم شيء. في رقم خاص بالشكاوي، الارقام قدام حضراتكم لاي حد عايز يجيب الكورس، دي الارقام، وده المتابعه مع الفريق الطبي. في رقم خاص بالشكاوي، والرقم ده خاص بي انا وخاص ببرنامجي انا. اي حد عنده شكوى، اي حد اتضايق من شيء، وده عشان دليل، اكبر دليل على مصداقيتي قوي قوي وامانتي في ان انا واثقه في اللي انا بقوله، لان انا اللي برضاه لنفسي برضاه لحضراتكم. الرقم ده اي حد عنده مشكله، متضايق، عنده حاجه عايز يقولها، عنده معلومه، والفريق الطبي طبعا في ضغط على الفريق الطبي كبير، والناس يا ريت تقول سؤالها باختضاب، لان انا 3/4 المشاكل اللي جات لي ان هم عايزين يسترسلوا في الحديث مع الفريق الطبي، والفريق الطبي ما عندوش مكالمه، عنده الاف المكالمات، فبيرد على قد السؤال. فارجوكم خليكم محددين جدا في اسئلتكم، وده رقم الشكاوي لاي حد اتضايق، اي حد عنده مشكله، اي حد عنده اعراض حصلت له كورس، لازم يبعت فورا يقول لنا، لان لو حابب حتى ترجع الكورس مفيش اي مشكله، وده للمصداقيه، وده عشان حضراتكم وعشان الامانه. الامانه تخلينا نقول كده. طيب معايا تليفون. اهم حاجه يا مروه معايا تليفون. الو الو الو، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا استاذه مروه؟ اهلا بيكي، اتفضلي. دايما كده يا رب قمر، والله يا رب يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. بصي انا متابعينك وبحبك جدا، وعندي ثقه كبيره قوي. طب حاسه اني خسيت شويه؟ باينين؟ اللهم بارك ان شاء الله في كل حالاتك عامه. بس صراحه طبعا، وده اللي فكعني ان انا بتسال. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، تسلميني. كنت عايزه بس اسال الدكتور عن حالتي وكده، وهل ينفع الكورس معايا ولا لا؟ اتفضلي يا حبيبتي، الدكتور معايا. ازيك يا دكتور يوسف؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ما شاء الله عليكي، لسه ابقى زيك كده اموره. ربنا يخليكي. بقول لها انا نفسي ابقى الجسم ده، بس هنوصل ان شاء الله. لا معانا فعلا هنوصل. قولي لي ايه مشكلتنا؟ بصي بقى، انا صغيره، تمام، انا عندي 25 سنه. صوتك باين. بس انا جسمي صعب قوي وسني صغير وصعبان عليا بجد ان انا شكلي كده. طيب وزننا كام؟ انا وزني 100. 100 كيلو 25 سنه. طب طولك قد ايه؟ طولي للاسف 156.
احنا قصيرين على 100 كيلو هتحس ان انت اكتر بكتير من 100 كيلو. طيب في اي مشاكل صحيه؟ انا عندي كنت لسه هقول لك عندي تكيسات على الموبايل. طيب بسبب الوزن تكيسات المبايض دي لو في جواز او في مرحله خلفه انت هتقرريها فدي هتعمل لك مشكله وهتعمل ازمه كبيره قوي ان انت تقعدي فتره طويله عقبال ما تعالجي التكيسات. وبرده الدكتور هيقول لك لازم تنزلي في الوزن يا مروه علشان مشكله التكيسات تتحل ويبقى عندنا فرصه للحمل. عايزاك تلحقي نفسك انت بنوته لسه صغيره ما تسيبيش نفسك لحد ما تبقي 100 كيلو 120 و130. احنا كل يوم بناكل وكل يوم عمالين بنزيد في الوزن وانا مش واخده بالي. هاخد بالي امتى؟ لما الاقي عندي مشاكل صحيه. عايزاكي تسمعيني هرد عليكي واقول لك ان الكورس مناسب معاكي. اسمعينا يا حبيبتي قولي لي بقى. بصي سنها صغير جدا جدا على 100 كيلو طبعا. 100 كيلو ده يعني انت لو سبتي نفسك سنه انت هتوصلي ل 130 و150 كيلو وساعتها هيبقى عندك الفرصه قليله قوي ان احنا ننزل في الوزن. طيب انا دلوقتي خدت الخطوه هعمل ايه؟ هاخد اي رقم من الارقام اللي ظهر على الشاشه. كمان يا مروه زودنا الارقام عشان الناس كلها تلحق الخصومات وتقدر تتابع براحتها مع اي رقم من الارقام دي. هكلم الفريق الطبي. الفريق الطبي مهمته ايه في اول مكالمه؟ بعرف سنك وزنك حالتك الصحيه جربنا دايت قبل كده ولا لا؟ طب احنا عندنا مشاكل صحيه زي الضغط والسكر هديك الكورس المناسب ليكي. طبعا انت الكورس المناسب ليكي لان كله اعشاب طبيعيه. مناسب من سن كام؟ من سن 12 سنه لحد 70 سنه. لو ست دلوقتي او راجل سننا كبير اقول لا انا جربت حاجات قبل كده ولا لا؟ طب انا سن كبير مش مهم انزل في الوزن؟ لا مهم طبعا. مهم ننزل في الوزن عشان صحتنا. لو سبت نفسي هلاقي عندي ضغط عالي، هلاقي سكر من الدرجه الثانيه، مقاومه انسولين، واكبر مشكله المفاصل والركب. انا ما بقدرش اتحرك. هتلاقي سنك صغير مع الوزن الكبير انا مش قادره اتحرك واطلع سلم مش عارفه. دكتور يسرى برضو في ستات وهم بيسمعوني دلوقتي لو دور والدتي او اكتر تقول لك انا خلاص الحلق وقف عندي. الكلام ده حقيقي ولا الكلام ده اي كلام؟ بصي بعد ال 30 سنه ببدا حرقي ينزل تدريجيا. تمام. طب انا بعد ال 30 سنه وبعمل عوامل في اليوم بوظت لي الحرق، يعني انا باكل بالليل باكل اكل دسم بالليل باكل وبنام، طب انا اعمل ايه؟ انا الاكل اللي انا اكلته هيبدا يتخزن لان انا بعد الساعه 7 8 بالليل الحرق بتاعي بيبدا يقف. انا بقى باكل بعد الساعه 7 8. طب الاكل اللي انا اكلته ايا كان مقليات، شربت مياه غازيه، اكلت حته حلويات، هتبدا تروح فين؟ مفيش مصنع شغال. انا بديها ايه؟ بديها النقط. النقط دي بتبقى شغاله معايا لمده 48 ساعه، مصنع شغال حتى وانا نايمه. يعني لو أنا النقط دي هي اللي بتفضل مخليه الحرق شغال. شغال. عندي صوره قبل وبعد. يلا. خلي الناس تاخد امل كده وتفاؤل. يعني انا بجد بجد مبسوطه ومبسوطه ان الناس بتجتهد عشان تخس. صوره قبل وبعد طبعا. بصي بقى هو يعني هو ما كانش تخين قوي برضه. يعني انا مبسوط الصوره دي. هقول لك ليه قوي. ليه باين ان هو مش تخين قوي؟ عشان هو طويل. عنده مشكلة كبيرة، عنده الجزء اللي فوق زي شكل التفاحة. انا جسمي من فوق مليان دهون. شايفين دايما بقول لهم خلي اللبس اللي وانتوا كنتوا لابسينه وانتوا تخين خليه عندكم، خليه هو عشان لبسه لابس نفس التيشيرت. بعد ما ننزل في الوزن نازل معانا 22 كيلو في شهر. اللهم ليه بقى؟ انا بقول 18 كيلو في الشهر ده لكل الناس، بس في ناس معايا ممكن تجيب اكتر من 18 كيلو وهو كمان سنه صغير عنده 32 سنه فقدر ما شاء الله يجيب 22 كيلو. ياخد الكورس ينزل معايا في الشهر. يعني مثلا اي عروسه دلوقتي بتسمعنا فرحك ناقص له شهر شهر ونص، في امل وفي فرصه ان انت تبقي فرحك واحده تانية وتجيبي الفستان اللي انت نفسك فيه. هنستخبى بقى في الفتره دي، استخبى واطلع بقى بالفرح بلوك جديد. بصي بقى دي 44 سنه. 44 سنه عشان الناس اللي بتتفرج علينا وتقول انا سني كبير الكورس ما يجيبش معايا نتيجه او هيبقى معايا مشكله. ده دي اتشفطت. دي اتشفطت. بصي بقى اللبس بقى واسع عليها طبعا. شايفين نازلين بقى كام كيلو؟ المفاجاه نازله معايا 40 كيلو. ده في قد ايه؟ في 3 شهور. حلو. سنها كبير، ما بقدرش اتحرك، عندي سكر من الدرجه الثانيه. بسبب ايه؟ انا عندي مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين دي ده انذار يا مروه. انا خلاص لو ما لحقتيش ونزلتي معايا في الوزن خلاص انا هفضل طول عمري بتعالج بالسكر. صحيح. فاحنا شايفين بقى الصوره، ده الانجاز. انا مبسوطه جدا جدا ويا رب يا رب يا رب ابقى من ضمن الناس اللي تحط لكم قبل وبعد. يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله في خلال شهر واحد موعدكم. والله اول ما انول المراد هحط لكم قبل وبعد. دي صفحه الخاصه باي حد عايز يطلب الكورس، والارقام قدام حضراتكم برضو لاي حد عايز يطلب الكورس.
تقدروا تتكلموا على الارقام دي، دي ارقام الفريق الطبي لاي حد اشترى الكورس وعايز يتواصل مع الفريق الطبي لاي سؤال تقدروا تتواصلوا. خلي عندكم صبر شويه على الفريق الطبي، ارجوكم ارجوكم، الناس دي شغاله ومش بتكلمك انت لوحدك، دي بتكلم الاف من الناس. فلو سمحتوا خلي سؤالك على طول باختصار، عايز كذا، لو سمحت انا ناقصني كذا، اعمل ايه، بحيث انه يقدر يجاوبك من غير ما انت تتضايق او هو يتضايق. لان الشكاوى اللي جت كلها الناس ما بتصبرش، الفريق الطبي ما بيصبرش عليا، انا ببقى عايز احكي له قصتي وهو مش بيصبر. احكي له بقى قصتي. سيبوا القصص ليا، احكي له قصتي. سيبوا القصص ليا، انا بتاعت حكايات. سيبوا الناس على قد السؤال. هقول لك بيحكي قصص ازاي بقى؟ انا بشتغل كذا، طب انا النهارده مش عارفه جارتي شافتني وعملت ايه؟ طب انا عايزه اعرف. انا عشان كده بقول لهم، انا عشان كده بقول لهم وبنبه، عشان الناس بتزعل وتقول لك لا ده هم مقصرين. فحرام يعني، ندي لكل الناس حقها والارقام قصادكم وكلنا هنخس. هنبقى حلوين. مفيش مستحيل معانا بفضل الله، هتنزلي بامان رقم واحد. تاني حاجه ان انت معاكي حد بيتابع معاكي لحظه بلحظه. طب انا نسيت النهارده اخد الكورس، طب لسه مروه كان بتشتكي لي من حاجه، انا الكورس بتاعي اخده قبل الفطار ولا بعد الفطار، امتى يجيب معايا نتيجه اكتر؟ صحيح. دي الاسئله اللي انا دايما بقولها لهم، اسالونا الاسئله اللي انتوا عايزينها. انا كنت باخده بعد الفطار بس انت قلت لي خليه قبل. هناخد بقى قبل الفطار لمده اسبوع كمان. عشان كده بدي الفريق الطبي يتابع معاكي طول الشهر. ليه؟ انا كل اسبوع بديله طريقه استخدام معينه مختلفه عن الاسبوع اللي قبله، عشان الجسم ما ياخدش عليه. بالظبط، عشان ما تعودش او الجسم بتاعي ياخد على زي ادويه البرد. هتلاقي دواء كان بيجيب معايا مفعول حلو قوي، شويه تاني مره بغيره. لا ممكن اخد منه 2 3 عشان يجيب معايا مفعول زي الكبسوله الاولانيه. فانا النهارده بفضل الله معايا كبسولات ونقط بترفع معايا معدل حرق. قلت الكبسولات بتعمل لي 5 حاجات لوحدها، دي بقى للاعشاب، ودي حاجه مهمه جدا جدا يا مروه. انا جسمي ممكن تلاقيه منفوخ، الناس اللي معديه ال 100 كيلو هتلاقي نص وزنها ميه. بسبب ايه؟ عندي املاح، عندي ميه تحت الجلد، سموم، باكل مخللات كتير، باكل حاجات فيها موالح كتير، فخزنت لي ميه. الاعشاب دي وظيفتها ايه؟ ان هي تطرد الميه بره الجسم والسموم بره الجسم عشان لما انزل انزل صح. ودي من ضمن الباكج اللي موجود النهارده، دي من لمده ضمن ساعتين. لمده ساعتين، لمده بس. ساعتين خصم 60%، واللي هياخد كورسين هياخد الثالث مجانا. انت عايزاهم بقى ياخدوا الثالث مجانا؟ انا حاسه ان ده عرض جامد جدا. العرض حلو ليه؟ لان انت هتوفري رقم كبير او مبلغ كبير قوي لما تاخدي ثلاثه. لو انا وزني 130 كيلو انا هاخد الثلاثه، انزل وزن كبير، وزن لا انا فرحانه محترم. كمان بفكره ثلاثه صحاب او ثلاثه سلايف او ثلاثه اخوات يعملوا الموضوع ده فيتشجعوا كلهم مع بعض. ان شاء الله كلنا نخس بصحه وعافيه، ان شاء الله تكونوا احسن حاجه في الدنيا وزي ما انتم بتتمنوا. انا الكورس هيساعدكم وهيسد نفسكم. حاولوا بقى تاكلوا كمان، تستغلوا الفتره دي في الاكل الصحي. على طول قدامكم طبق خيار، طبق خس، يعني نقنقوا كده في حاجات صحيه ومفيده، بحيث ان انتوا ان شاء الله تخسوا بصحه وتبقى بشرتكم حلوه ونضره، وباذن الله باذن الله نوصل للوزن المثالي اللي كلنا نفسنا فيه. بحبكم جدا جدا، والوقت بيجري معاكم بسرعه جدا جدا. ميعادنا دايما بيكون اربع وخميس وجمعه الساعه 9 مساء على شاشه قناه هي. بحبكم في الله، وتحياتي ليكم مروه عزام.